السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. اليوم عندنا مقطع جديد، مره ثانيه بنلعب فيفا. طبعا بنلعب توقعاتنا انا يا حسن نهائي الشامبيونز ليج اللي هو ريال مدريد ضد بايرن. طبعا هو معروف ان بايرن ضد ريال مدريد. لا 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 ابو ابراهيم تتساهل. ابو ابراهيم انت تتساهل. راح ابو ابراهيم، احنا نتوقع ان الريال مدريد ويا بايرن ميونخ هم في النهائي الابطال. إيه؟ راح نلعب قبل لا يصير النهائي. توقع يعني توقع راح نلعب فيفا 22 على 22. يلا بدينا يا رب. بدينا بسم الله. بدأنا طبعا المرة اللي طافت تشلخوا برشلونة. حلو ابراهيم، بس مو تشلخوا برشلونة في الحقيقة، لا برشلونة جلود هنا. برشلونة تشلخوا في فيفا طبعا. تلعب لي بمارسيلو. مارسيلو المعجز تلعب مارسيلو. وقفه 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 وقفه. قلبه من قلب ألابا قصدك. قلبه هذا مال برشلونة. وقفه ألابا. قلبه ألابا اللي هو علو عليك حارس. وش هالحارس ما عدش عليه كورة. لا بس البرشلونة يشلخونه بالأربعة. روح روح روح. هي قول روح روح. فازقس صح. فازقس بلنتي. فاول مو بلنتي. فاول بلنتي حكام. يس يس يس. مو بلنتي. ألبا جول 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 حرام. الفونزو ديفيز يهرب. افا شو ما صارت الزلقه. روح راحت. روح دي 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 دي. شنو لعبها كذي؟ لعبت حق اللي منك. فتح الابواب اللي فتسكا. هاي مشكلة الملكي، أخطاء دفاعية شباب. مارشميلو هذا مو تسلل. ما فينا. العاب كاس الابطال حق الريال. حق الريال حق روبرتو البندوكسا. ابراهيم روح فينيسيس. روح فينيسيس. روح فينيسيس. روح فينيسيس. روح فينيسيس. روح عطها كريبل تيبه. جول 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 جول. شنو طارت تري؟ غش. هذه يسمونها سولك. روح 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 روح. روبرتو ليفاندوكسا. روبرتو ليفاندوكسا. سفا ولا ناكله. غش شباب. فاول على ابراهيم. خلطة خلط. ضرب على الظهر. ضرب ضرب قرص. هم لو لمسوه كذي طاح في الارض تكسر. يتحدى ان انت العاب الملك. العاب الملك بالبردي. بينيه اسيست من ابو ابراهيم. ابو ابراهيم روح. ابو ابراهيم انت يا ابو ابراهيم مالك هذا المعتل المسوق. الله يغرب لك يا ألبة. هيا يا عم ما تحتفل. جهنم تصلخ. كتب اللي سجلت الجول هذا.
لا اخر دقائق. يلا 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 يا ابو الله الله الله. اي لا ابراهيم انا المس الكوره بس ابو ابراهيم ابو أو. شلون انقطعت من وش صار؟ خلاص اهم شيء انقطعت مع ابو ابراهيم روبرتو الفاندوكسا. يلا هازارد يلا هي 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 هازارد روح 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 راح تروحها. اي ما فيها بلنتي ما فيها بلنتي. صفر شلون؟ شلون خسرنا الربع؟ والله حرام. بعض الناس لاخيني خمسه الفيديو اللي طاف خسروا هالمرة. المهم يا الربع تعال 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 لحظة. يا ابو التلاتة يا ابو التلاتة صار الليل يا ابو التلاتة. اليوم شباب اليوم خسرت بسبة ابو ابراهيم متخاذلني يلعب. المهم شباب ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم.